السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لليوم درس الإزاحة أو الفسيفساء، بالنسبة لدرس الإزاحة شكليا طبعا نحن عم نحكي إن هو عبارة عن جسم نقوم بسحبه من مكان إلى آخر دون قلبه أو انعكاسه، دون قلبه أو انعكاسه. خلصنا من هذا السؤال الأول أو تعريف الإزاحة. بالنسبة للشكل الفسيفسائي بنلاحظ إنه هو عبارة عن تركيب أشكال مع بعضها البعض، شكل مجاور شكل، ولكن بالملاحظ انه بهذا الشكل لا يوجد فراغات. بهذا الشكل هنا يوجد فراغات التي وضعت عليها اللون الاحمر. وقت ما بيكون الشكل لا يوجد فيه فراغات فيسمى بفسيفسائي، اما الشكل الذي يوجد فيه فراغات يسمى بشكل غير فسيفسائي. لهون يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم.